ولنقاش تطورات المشهد السياسي الليبي ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث والكاتب الليبي دكتور نزار كريكش. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. إلى أي مدى مثل بيان سراج نية الاستقالة مثل مفاجأة لأطراف الأزمة الليبية؟ يعني هو الأمر كان متوقع لأن كان فيه مقال نشرته البلومبرغ صحيفة ووكالة الأنباء بأن هناك يعني إمكانية لتغيير سراج وأنه ينوي الاستقالة، وكان في حديث عن سفرة للبحرين، وفي ضغوطات حتى داخلية بعد قرار السراج ترشيح وزير للإعلام وشخص محمد بعيو، وهو كان رجل يعني تابع للنظام السابق. كان في ضغوطات داخلية وضغوطات خارجية. الأهم ما في الأمر هو الضغوطات، ليست الضغوطات الخارجية بل المرحلة التي تمر بها الأزمة الليبية، أن كل الفرقاء الآن أصبحوا يبحثوا عن حلول، وكأن مرحلة الصخيرات أو مرحلة المجلس الرئاسي قد انتهت وليبيا تقبل على مرحلة أخرى. البعض يراها باتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة كغرفتين تشريعيتين، والبعض يراها بحوار وطني ومؤسسي أو بين كل الليبيين، يعني حوار ليبي. وهناك ضغوطات أمريكية وتغيرات في المنطقة ككل، فبالتالي المرحلة يعني يبدو أنه قرأ هذا الأمر أنه هو لن يكون له دور في المرحلة القادمة، فأراد أن يسبق الجميع بهذا الإعلان وأعطى لروحه مساحة، لنفسه مساحة. هذه المساحة يمكن أن يعني يستطيع أن يحاور ويدور فيها من أجل يعني هذا الشهر حيظهر فيها إذا كان هناك قدرة لدى الأطراف أن تختار رئيس مجلس رئاسي جديد. إذا لم يستطيع الاختيار فهو وضع لنفسه خط رجعة، وهو أن اشترط هذه الاستقالة بترشيح رئيس جديد. تزامن بيان السراج مع تصريح لوزير الخارجية التركي مولوتشاوش شغلو حول توصل أنقرة وموسكو لتفاهمات بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا. هل سيخرج حفتر من المشهد مقابل خروج السراج؟ لا، ولا أظن أن حفتر أمام ثلاث سيناريوهات واضحة. يعني يا إما هو يرضى بالحوار السياسي وبالتالي يحاول أن يركب الموجة الحوار والبحث عن المناصب السيادية القائمة، وإما أنه هو يظل كزعيم ميليشيا معزول، فبالتالي هو عدم قدرته على اللحاق بالعملية السياسية سيعزله عن هذه العملية، وبالتالي يصبح هو يعني خارج العملية السياسية سواء داخليا أو خارجيا، فبالتالي يعلن الحرب ويعلن النزاع ويصبح نهايته كأي ميليشيا تقاتلها القوى العظمى ويقاتلها القوات الأكبر منه، وبالتالي ينتهي. وإما أن يكون هناك أصلا فيه مداورات ومحاورات لإخراج حفتر يعني بأقل خسائر ممكنة، ممكن أن يذهب إلى بعض الدول مثلا مثل الإمارات أو يعود إلى أمريكا، وإن كان مع حصانات من عدم المقاضاة، فبالتالي هو يكسب على الأقل أن لا يسجن كما يعني حدث لكثير من مجرمين حرب في تاريخ النزاعات. فأظن هذه الثلاث سيناريوهات التي أمام حفتر، إما أن يعلن الحرب، إما أن يذهب للسجن، إما أن يكون له منصب في ليبيا. ما مدى أهمية المجلس الرئاسي الذي يجمع كل الليبيين بعيدا عن كل هذه الانقسامات؟ أقول آسفة، الرئاسي هو فكرة المجلس الرئاسي هو أن يكون هناك سلطة تنفيذية بعيدة عن الصراعات السياسية، وبالتالي هو المجلس الرئاسي منوط به تنفيذ الخدمات للناس وإدارة البلد، فهو كأنه هو الحجاب الحاجز عن الصراعات السياسية. لكن طبعا يصعب في ليبيا الآن تأكيد هذه الفكرة أو الوصول بها يعني أن نطبقها بشكل صحيح، لأن الكل مسيس والكل يعني يحمل ميول سياسية، فلم ينجح فيها حتى السراج، لكن على الأقل هو حاول أن يبتعد عن هذه النزاعات ويبتعد عن هذه المجاذبات السياسية. لكن طبعا الحرب طرابلس وظروف التي تعيشها البلد تمنع أي أحد من أن يكون فعلا محايد. يعني شكرا جزيلا لك الباحث والكاتب دكتور نزار كريكش، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.